وانطلق العمل بمعمل فرز وتسبيخ النفايات في بعلبك ليبدأ فعليا في المرحلة الأولى باستقبال 70 طنا من النفايات تعود إلى مدينة بعلبك فقط. المعمل الذي أنشئ بتمويل أوروبي وقع عرض تشغيله مع شركة الجهاد للتجارة والتعهدات، وسيتوسع عمله في مراحل لاحقة. مرحلة الثانية حصير 140 طن يوميا، فمش بس ساعتها اتحاد بلدية بعلبك بل أكثر، فيه يوسعوا الدائرة أكثر، وبعدين فينا نوصل ل 250 طن اللي هي ممكن تستوعب المحافظة كلها، يعني محافظة بعلبك الهرمل. والمعمل مجهز لفرز النفايات القابلة لإعادة التدوير، وبالتالي فرزة فصل عنا المواد العضوية ومعالجة المواد العضوية بإنتاج التسبيغ. ومن منطقة فرز النفايات والتجميع انتقلت كاميرا الام تي في الى قسم التسبيخ وصولا الى انتاج الطاقة. نحن واقفين هلا حد وحدة البيوغاز، هذه وحدة قدرة الاستيعاب فيها 40 طن بالنهار، بتستوعب النفايات الاورجانيك وبعد بتنحط بهذا داخل هذا المكان لأخذ الغاز منها، بالتالي توليد منها الطاقة الكهربائية. كما إن المعمل سيخفض 70% من حجم التمر في مكب الكيال العشوائي المعتمد حاليا في بعلبك. خلال الأشهر المقبلة ستصل آلات جديدة من أجل تكبير حجم المعمل، أما فيما يختص بالمطمر فهناك هبة بقيمة 21 مليون يورو سيستخدم قسم منها لتصميم مطمر قرب المعمل، لكن مرسوم الهبة لا يزال بحاجة إلى توقيع. وفي المعلومات أن المطمر الجديد ستطلق المناقصة الخاصة به قريبا، وسيكون عبارة عن وحدتين صحيتين. مع مطلع العام 2016 أول مطمر ينفذ خلال 3 أشهر أو 6 أشهر من تاريخه، وبكفي لاستيعاب العوادم لمدة 3 إلى 5 سنوات. يليه السلة الثانية الكبيرة واللي تقريبا بتساع 700 ألف متر مكعب وبتكفي لعشرين سنة للعوادم. المشروع متكامل، وهذه التجربة برسم جميع البلديات واتحاداتها للمباشرة بالتحضير لمشاريع مماثلة تخرجها من نفق النفايات المسدود حتى إشعار آخر.